قضية مهمة مرتبطة بالتعليم. ليا دكتور عزيز اسمه الدكتور ماجد عثمان، مرة كتب مقالة عجبتني جدا وأنا حتى قعدت نشرها وبأشير إليها من آن لآخر. بيقول فيها ما يلي: عدد المساجد والكنائس في مصر حوالي 100,000. يبقى تاني، عدد الكنائس والجوامع في مصر 100,000، والحقيقة لو ضفت حاجات تانية كمان ممكن توصل ل 120-130,000، اللي هي الزوايا بقى والأماكن الصغيرة والكلام ده. عدد المدارس بكل أنواعها في كل حتة في مصر 50,000. يعني من المؤكد انه احنا عندنا دور عبادة على الاقل ضعف ما عندنا من مدارس. خدوا بال حضراتكم، 50,000 مدرسة مش 50,000 مبنى، اللي هم حاجة و20,000 مبنى، بس احنا عندنا فترة صباحية وفترة مسائية وفي بعض الاماكن حتى 3 فترات. يبقى من المؤكد ان المدارس مليانة تلاميذ للدرجة اللي اصبح معاها الارتقاء بجودة التعليم مسألة في منتهى الصعوبة. واذا كان المتوسط العام حوالي 70-80 طالب في الفصل، يبقى ده معناه انه احنا عندنا ما يدعو للقلق على جدوى العملية التعليمية. خليني اقول لحضراتكم ببساطة انه احنا ما احناش ماشيين في الاتجاه الصحيح. هناك قلق على جدوى اي جهود لاصلاح التعليم، لانه كمان في تفاوت كبير بين المحافظات بتجعل عملية اصلاح التعليم في بعض المحافظات اقرب الى الخيال العلمي. في كمان ظاهرة أخرى بتتصل بنفس الموضوع وتثير انتباه، وهي معدلات النمو المرتفعة اللي شهدها التعليم الأزهري في مصر في آخر 10 سنين. تقدر تقول حركهم كده ما بين 2001 لغاية 2012، دي آخر فترة عندنا فيها إحصائيات موثقة. ارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية في التعليم العام اللي هو تابع لوزارة التربية والتعليم بنسبة 35%. عارفين حضراتكم نسبة ارتفاع التعليم في الابتدائي في التعليم الازهري كام؟ 60%. يعني نقدر نقول ان بقى فيه توجه لان احنا نودي اولادنا للتعليم الازهري اكتر من التعليم العام. وفي مرحلة التعليم الاعدادي ارتفع عدد مدارس التعليم العام ب 30%، وارتفع مع المعاهد الازهرية ب 61%، وفي التعليم الثانوي ارتفع عدد مدارس التعليم العام ب 56% مقابل حوالي 80% للمعاهد الازهريه. يعني في اتجاه لان احنا نودي اولادنا للمدارس الازهريه. يضاف لكده كمان انه جامعه الازهر هي اكبر جامعه في مصر من حيث عدد الطلاب. عدد طلابها حوالي 270,000 طالب، وده بيزيد حوالي 42,000 طالب عن جامعة القاهرة. يعني جامعة القاهرة مش صحيح انها شباب ادفوا البتاع ده والنبي. جامعة القاهرة ما هياش اكبر جامعة في مصر، دي تاني اكبر جامعة في مصر، لكن اكبر جامعة في مصر هي جامعة الازهر. اذا حطينا الحاجات دي على بعضها، ده كلام الدكتور ماجد عثمان، اذا عندنا مجموعة من الاستنتاجات. المصريون يرون ان بناء دور العبادة طريق الى الجنة. 2، المساجد بتستخدم استخدام كامل فقط ايام الجمعة وفي صلاة التراويح، والمدارس بتكون مغلقة أيام الجمعة وأثناء صلاة التراويح. يعني دور العبادة والمدارس بمنتهى البساطة إحنا شغلينها طول الأسبوع وبنيجي في وقت محدد نوقفها، والمساجد طول الأسبوع مش شغالة وبنيجي في وقت محدد نشغلها. وضيفوا لكده إن أكبر أماكن التجمعات السكانية بيرتفع فيها سعر الأرض، فبتلاقيش فيها أماكن لبناء المدارس. حط المسلمات دي يعني كلها مع بعضها، هتلاقي انه احنا محتاجين ان نبتكر تصميما جديدا لمدارس تكون بها صالة متعددة الاغراض، تستخدم للاغراض الدراسية في ايام الدراسة وتتحول الى اماكن للصلاة ايام الجمعة واثناء صلاة التراويح، اللي هو نفس المكان اللي بقية الاسبوع عادة بيبقى مغلق تماما. يدخل بيها المتبرعون الجنة برضو لان هو مكان للعبادة، واحنا بعض الناس مصدقين حكاية انه الاديان السماوية بما فيها الاسلام والمسيحية فعلا بتحض على العلم. يبقى كده ممكن معاها ان يتقدم التعليم خطوات الى الامام. هل يمكن ان نفكر في انقاذ التعليم في مصر اللي احنا دايما بنقول على انه مشروع قومي باساليب غير تقليدية؟ ده اقتراح اتمنى ان احنا نفكر فيه. ده كلام الدكتور ماجد عثمان. يبقى احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نفكر في طريقة الطلبة فيها يعرفوا يتعلموا.
عايز اقول لحضراتكم معلومه ودي لا تقل اهميه عن كل اللي انا قلته. لو رجعنا لبعض الافلام الوثائقيه والكتب اللي بتتكلم عن التعليم في كوريا الجنوبيه وفي الصين وفي تايوان، هتشوف الطلبه كانوا بيقعدوا في الحاره في الشارع في المناطق الزراعيه وقدامهم سبوره والمدرس عمال يكلم في وسط، مفيش سقف حتى، الناس بتتعلم في اي مكان. بعباره اخرى المكان اللي بنتعلم فيه هو المكان اللي فيه حد بيدرس وحد قاعد بيتعلم، مش لازم يكون يعني مدارس عظيمه ولا يكون دور فخيمه، قدر المستطاع خلونا نحاول ان احنا نفكر في اساليب جديده نحل بيها مشكله نقص الابنيه التعليميه.